ولا يخرج شيء عن مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته في هذا الكون، لا يمكن يحدث شيء أو يحصل شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو رزق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. مشيئته شاملة، مشيئته شاملة وإرادته شاملة، وكل شيء بإرادته ومشيئته، لا كما تقوله المعتزلة إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها أي تدخل، هم الذين يخلقون أفعالهم، فيصفون الله جل وعلا بالعجز، يصفونه بالعجز ويعطلونه من الخلق والفعل. وعلى نقيضهم الجبرية اللي يقولون أن العباد ليس لهم أفعال وإنما هي أفعال الله يحركهم فيها كما تحرك الآلة، ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فهم على النقيض من المعتزلة. هؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، قالوا العبد مجبور، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد، الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله وغلوا في نفي أفعال العباد، وقالوا العباد ليس لهم أفعال، فهم غلوا في إثبات وغلوا في نفي. المعتزلة على العكس، غلوا في نفي أفعال الله وغلوا في إثبات أفعال العباد، على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر كما يشاء وكما يريد، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، فلهم مشيئة ولهم إرادة، لا كما تقوله الجهمية الجبرية، ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة. وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم.